السلام عليكم الجمهور الكريم، كديرين بخير؟ تنتمنى الله تكونوا بخير وألف خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا البلاء ونخرجوا من هذا الحجر لطبيعتنا العادية. جبت لكم اليوم وصفة خارجة على نطاق كويزين ماروكان، عبارة عن صدر قتيبة ديال الصدر ديال الدجاج بالفلفلة حمراء وخضراء وصفراء بتشرمولة فريدة من نوعها مختلفة. تنحتاج لهاد التشرمولة، تنحتاج لها واحد البصلة كبيرة ومشلضة، قطع صغيرة. بالنسبة للبصلة تتمشي مع الدجاج مزيان، حيت تتهرس ليه الريحة ديالتو وتتعطيه واحد المذاق جيد. وتنزيد واحد المعلقة ديال الزعتر وأزير. بالنسبة للزعتر وأزير مزيان، أنا ما تخطانيش، تنشدو وتنديرو في الفريغو في الكونجيلاتور، ولقيت البيضو تنهزو تيبقى طري ما تيخسرش. بالنسبة للأزير والزعتر تمشي مع اللحم وتمشي مع الدجاج ومع الحوت. تنزيد واحد جوج معالق كبار ديال الصوص، تنديرو واحد المعلقة كبيرة ديال لاموطارد، واحد نص معلقة ديال الليبزار، واحد شوية ديال الملحة، ونديرو بحساب لصوص الصوجة راه مالحة باش ما يجيش مالح. بالنسبة لهذا الخليط، هذا الخليط ما تنديروش فيه الزيت، ما تنديرو لا الزيت لا ما، هي لاصوص الصوجة هي اللي تنديرو، تنخلطو بها المقادير. وبالنسبة للزيت تلخر، دابا نوريكم الطريقة ديال الزيت كيفاش. تنزيد واحد شوية ديال سكنجبير، واحد شوية ديال قزبور حبوب مطحون، وما تنديروش الثومة، الثومة ما تنديروهاش. واحد شوية ديال الكوزة تنحكوها، تنضيفوها للخليط. بالنسبة للكوزة راه تعطي واحد النكهة جيدة وبنينة. تنخلطو هاد العناصر بعضياتها باش تنسجم. بالنسبة للثومة، الثومة قلت لكم ما تنديروهاش، لأن تعطيه في واحد الريحة تاعها تجي ريحة قاصحة. يا بين نديرو كاع الثومة، نديرو الثومة اليابسة. تنبقاو في التحراك حتى ينسجمو لنا العناصر مع بعضياتها. واحد الريحة تبارك الله طالعة من هذا الخليط، هي حدتها شهية. تنجيب واحد نص حامضة، انا الحامض تنشدو تنديرو في الكونجيلاتور، تنقيه وتنديرو في الكونجيلاتور، حيت ملي تنبين نطيبي تنطحنو، انا تنحكو بحال هكا. تنشدو واحد نص حامضة وتنحكوها،
كما قلت لكم اللحم تنديرو هنا تنقشرو تنديرو في الكونجيلاتور، تنخلطو العناصر في مع بعضياتها، تنضيفو الدجاج ديالنا. بالنسبة للدجاج، الدجاج أنا من الأحسن يكون في الكونجيلاتور، يكون في الفريغو بايت، يكون مغسول مزيان بالحامض والملح والسكنجبير، وديرو في الكونجيلاتور، لأن الدجاج مي تيدوز في الكونجيلاتور تيتكونجلا ما تيبقاش، تنعرفو صدر الدجاج انه تيكون قاصح، ومي تديريه في الكونجيلاتور تغسليه مزيان وتقعدو ديرو في الكونجيلاتور ما تيبقاش قاصح، تيولي رطب. هذه معلومة نضيفوها معلوماتكم. تنبدا تنخلط الدجاج مع الشرمونة باش يشرب دجاج تشرمونة، ما حد دجاج يشرب تشرمونة هو تيجي بنين. تنبقاو في التحراك، تنبقاو في التحراك تينسج من تيبان، من تيبقاش يبان الدجاج بيض، يبان كل الدجاج متبل. تبارك الله، واحد الرائحة تبارك الله، حد ذاتها لذيذة تبارك الله. تنتمنى من الله انكم تجربوا هذه الوصفة وتردوا عليا الخبر، لان يعني وصفة خارجة على نطاق كويزان موروكان، لان التوابل جاولة عبارة عن توابل الملحة بزار كوزا شوية سكينجبير صوص صوجا وطرد، بسيطة ماشي شي حاجة. وميتن نحرك كل العناصر كلها تنسجم، والدجاج ديالنا تيشرب لاصوص. تن نغطيو هاد الدجاج ديالنا وتنطلقو وتنديروه في التلاجة يرتاح، تنوجدو ليه الفلفل ديالو ملح حبة، انه الى بغيتي تديروه اليوم تاكلوه اليوم، ديروه البارح وتبيتو في الثلاجة، ما حتى هو تيبات هو تيشرب هاد لاصوص وتيجي بنين. نتركوه دابا في الثلاجة. منين وجدنا ليه الفلفل والدجاج ديالنا ارتاح، شرب الشرمولة، شوف تبارك الله كيولا، تنقرضو الفلفل الأخضر والأحمر على الطريقة، وتنجيب هاد العصان تنديرو الفلفل على الطريقة اللي حبيتي نتي وعلى الشكل اللي حبيتي، تنسرعو في هاد العملية هاكا، تنديرو طريف دجاج طريف فلفلة،
هو الدجاج هو تنبقاو على هذه الطريقه هكا حتى تنساليو حتى تنكملو كاع الدجاج ديالنا. الطريقه راه شهيه تبارك الله وزوينه، وتعطي لهاد الالوان الفلفل، تعطي هاد الالوان. دابا منين وجدنا، تنجيب واحد اللاطه اللي جات الفرن، تندهنوها بالزيت، زيت العود، زيت بلدية، تندهنوها مزيان. بالنسبة للزيت، الزيت كما قلت ما تنديروهاش في الشرموله، حتى تنبين نطيبو كتيبات عاد تنديرو الزيت، تندهنو معاكم كما تشوفو، تندهنو بالزيت بلدية. نملو بجميع الجوانب مزيان وتنستفهم هكا في اللاطة، دهنا مزيان. انتم كما تشوفوا اقتيحات ديال اقتيبات ديال الدجاج كيمتبلين مزيان، باقي تيبان فيهم الزهر والزعتر. تبارك الله، شربوا الشرمونة مزيان. وتنبقاو في الطريقة حتى نكملو الاقتيبات ديالنا. تنستفو ماكوا في اللاطة. منين طابو لينا اقتيبات، هانتوما شو كتيجو حمرين وزينين تبارك الله. وبالنسبة لهاد اللون، الابيتي، هاد اللون ديال اللون الاحمر، انت عطيتي هذاك اللون مقرمش، تنشد واحد شويه حتى تيطيب واحد شويه، تنشد واحد زليفه تندير فيها شويه الزيت، التحميره، شويه الزيت وتندير فيها شويه التحميره، وتندهنهم باش يعطيهم هذاك اللون هكا. هنا تنقد التبصيل ديال التريساج، تندير واحد القليب ديال القرعه، مطيشه وفلفله، واحد شويه ديال لاموطارت ومايونيز، وتنستف القتيبات ديالنا هكا في التبصيل. على طريقة المطاعم الكبرى تنزوقو مع شوية ديال الخس. هو الطبق النهائي بالصحة والراحة، تنتمنى من الله أنه تقدو إن شاء الله. ولا عجبكم الطبق ما تنسوش تدعموني باشتراك وبلي لايك، وما تنسوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم الوصفات اخرين. وشكرا، بالصحة والراحة.